ما هي الحجامة؟ تعد الحجامة نوعا من أنواع الطب البديل القديم الذي يعود إلى الحضارات المصرية القديمة والصينية، إذ وجد كتاب طبي قديم يسمى بردية إبرس إبرس بابيروس، يصف كيفية استخدام المصريين القدامى للحجامة للعلاج منذ سنة 1555 قبل الميلاد. ومن الجدير بالذكر أن الحجامة تتمثل بوضع المعالج كؤوسا خاصة على مناطق محددة من الجسم بشكل مقلوب لعدة دقائق، ليتم بعد ذلك شفط الجلد داخل الكؤوس. وتصنع هذه الكؤوس من الزجاج أو الخيزران أو الخزف أو السيليكون، وتعود فائدتها إلى كونها تخفف من الألم والالتهاب وتساعد على زيادة تدفق الدم والاسترخاء والشعور بالانتعاش. إذ تعتبر الحجامة نوعا من التدليك العميق للأنسجة، كما أنه يعتقد في الطب الصيني أن الحجامة تحفز الطاقة الحيوية. يقوم مبدأ الحجامة على التسخين ووضع الكؤوس المصنوعة بالعادة من الزجاج على الجلد، حيث يتم تسخين الهواء داخل الكؤوس، فيتم إنشاء الفراغ الذي يعمل على شفط الأنسجة داخل الكؤوس عند وضعها على الجلد، ويؤدي ذلك إلى زيادة تدفق الدم وزيادة مرونة النسيج الضام وتحفيز عملية الشفاء. وغالبا ما يتم وضع الكؤوس على الرقبة والظهر والكتفين ومواضع أخرى للألم في الجسم. وتجدر الإشارة إلى أن الحجامة قد تتسبب بحدوث ألم وكدمات مؤقتة بناء على درجة الشفط الناجم من الفراغ ودرجة الركود الداخلي. ويعتقد بأن ظهور الألم والكدمات يدل على تحقيق نتيجة مرضية تشير إلى أن العلاج قد نجح في إزالة السموم والركود. وفي نهاية العملية يتم إزالة الكؤوس برفع حافة واحدة ليتم كسر الفراغ وتفريغ الهواء من الكؤوس. من فوائد الحجامة الاسترخاء، حيث أن عملية الشفط التي تقوم بها الكؤوس تنشئ ضغطا سلبيا على طبقة الجلد والعضلات والنسيج الضام، وبالمقابل تنشئ ضغطا إيجابيا على الأنسجة العميقة، فيمنح ذلك الراحة والهدوء للجسم. من فوائد الحجامة أيضا تعزيز الدورة الدموية والعمل على تجديد نمو العضلات، حيث تكون عملية الشفط ضغطا سلبيا على العضلات ليزداد بذلك تدفق الدم الجديد من الأنسجة المجاورة إلى العضلات. ومن فوائد ذلك الشعور بالتخلص من التوترات الجسدية والعاطفية والبدء بعملية الشفاء والتجديد، حيث أن تبادل الدم يعمل على التخلص من السموم والخلايا الميتة، تعزيز الدورة الدموية وتسخين طبقة الجلد وزيادة ليونة الأنسجة، مما يعمل على استرجاع المرونة للجسم والتقليل من الالتهابات المتنوعة. متى نستعمل الحجامة؟ الحالات التي تعالجها الحجامة يتم استخدامها لعلاج مجموعة من الحالات، وتكون فعالة بشكل خاص في الآلام الخفيفة التي تتعلق بالعضلات. وعادة ما ينصح باستخدام الحجامة كعلاج تكميلي في الحالات الآتية: آلام في الظهر، صداع في الرأس أو الصداع النصفي وما يعرف عندنا بالشقيطة، آلام الركبة والآلام العضلية، آلام الرقبة والكتف، الإصابات الرياضية والاضطرابات الرئوية مثل السعال واحتقان الشعب الهوائية والربو، الشلل، المشاكل الهضمية، الحزام الناري، حب الشباب، الانزلاق الغضروفي القطني، التهاب المفاصل وحالات الاكتئاب. ومتى من الممنوع علينا التداوي بالحجامة؟ بشكل عام لا ينصح بالعلاج في الحجامة للأطفال، وخاصة الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات. أما العمر الأكبر يسمح لهم بعمل الحجامة ولكن لفترة قصيرة. لا ينصح بالعلاج بالحجامة لكبار السن، حيث يصبح الجلد أكثر هشاشة ولا يستفيد من العلاج بالحجامة. الحائض والنساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من تقلصات العضلات وكسور في العظام، الأشخاص الذين يعانون من السرطان وخاصة عندما يكون في مرحلة الانتشار إلى أجزاء أخرى في الجسم، الأشخاص الذين ينزفون بسهولة أو يأخذون أدوية مميعة للدم، الأشخاص الذين يصابون بالتشنجات الحرارية، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو من النحافة الزائدة، الأشخاص الذين تعرضوا لحروق الشمس، والأشخاص المصابين بجروح وقروح جلدية في المنطقة المراد إجراء الحجامة فيها. ما هي الآثار الجانبية للتداوي بالحجامة؟ في الحقيقة تعد الحجامة آمنة بشكل عام، ولا يترتب عليها ظهور الكثير من الآثار الجانبية. وعادة ما تحدث الآثار الجانبية خلال فترة إجراء الحجامة أو بعدها مباشرة،
ومنها الدوار التعرق وعلامة دائرية محمرة مكان وضع الكؤوس، بعض الكدمات والحروق، وألم في منطقة الوخز والشعور بالغثيان أثناء عملية الوخز بالإبر. والعدوى، إذ أن الإصابة بالعدوى تعتبر خطرا على الشخص بعد إجراء الحجامة، ولكن يتضاءل هذا الخطر باتباع الأخصائي المعالج سبل السلامة والنظافة والتعقيم الصحيحة. وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة ارتداء الأخصائي المعالج بالحجامة الملابس الخاصة المعقمة والقفازات ونظارة الوقاية، كما يتم استخدام الأدوات المعقمة وإعطاء بعض من اللقاحات لضمان الوقاية من بعض الأمراض مثل التهاب الكبد.